في حلقتنا الجديدة النهاردة هنطير مع بعض لرحلة الأحلام اللي هنستمتع فيها بأجمل الأوقات من الروقان والاستجمام في المملكة الأسبانية. وفي جولات رحلتنا الخيالية هنزور مدريد، برشلونة، فالنسيا، وهنتعرف على أهم معالم مدينة طليطلة ودولة أندورا. والمفاجأة الكبيرة هي زيارتنا لبورت أفنتورا. لف العالم مع منفيس، لف العالم مع منفيس كل خميس. في رحلتنا الذهبية لأسبانيا هنعيش 9 أيام 8 ليالي بألف ليلة وليلة، منهم 3 ليالي في العاصمة الأسبانية و5 ليالي في مدينة برشلونة. ويلا بينا نبدأ الرحلة. اليوم الأول هنتوجه للمطار علشان نكون في أقل من 5 ساعات في العاصمة الأسبانية وأجمل مدنها السياحية مدريد. هنتوجه فيها الفندق المبيت ونخلص كل إجراءات التسكين، وهيكون قدامنا اختيارين، أولهم إننا نرتاح ونستجم، أو إننا نقوم بعمل جولة حرة نستكشف فيها جمال المدينة وروعة معالمها. اليوم التاني بعد ما هنتناول وجبة الفطار في الفندق هنتجمع عشان نبدأ برنامجنا، واللي هيبتدي بجولة اختيارية هنزور فيها أهم معالم مدريد السياحية زي منطقة جران فيا، بلازا أسبانيا، باسيو دو ريكوليتوس، ساحة نبتون، وطبعا مش هنفوت زيارة ملعب كرة القدم لريال مدريد. وبعد ما هنخلص زيارة كل الأماكن دي هنتوجه لمكان الإقامة ونستمتع بليلة هادية مع أحلام سعيدة. مع صباح اليوم الثالث هنبدأ يومنا بوجبة فطار ونستعد للانطلاق في جولة اختيارية بكل نشاط وحيوية، وهنزور كنز من كنوز أسبانيا التراثية، مدينة طليطلة توليدو، المدينة التاريخية العريقة. هنزور فيها متحف سانتا كروز، ميدان زوكو دوفير، والكاتدرائية المقدسة. اليوم الرابع واللي فيه بقى هنتوجه لوحدة من أكبر مدن أسبانيا، مدينة فالنسيا، المدينة المطلة على البحر المتوسط. هنزور فيها أهم مزاراتها السياحية الخلابة، وبعد ما هنستمتع بأوقات من المرح ما تتنسيش هنودع معالمها وهنروح لتاني أكبر مدن أسبانيا، مدينة برشلونة. اليوم الخامس هنبدأ يومنا بالانتعاش والمرح، وهنستعد للاستمتاع بجولة اختيارية لزيارة أجمل المعالم السياحية في مدينة برشلونة. فهنزور قوس النصر، كاتدرائية ساغرادا فاميليا، ملعب برشلونة، والحي القوطي، وميدان كاتالونيا، وغيرهم كتير من المعالم والمزارات المذهلة. اليوم السادس يوم اللعب والتنطيط، وهنروح في جولة اختيارية لواحدة من أشهر مدن الألعاب والمغامرات في أسبانيا وفي أوروبا كلها، بورتا فنتورا بارك، العالم اللي هيقدم لك مجموعة متنوعة من الألعاب المرحة المخصصة للكبار والأطفال، وهتستمتع فيها بعروض فنية مذهلة وسط مجموعة من المطاعم المختلفة الرائعة. ومش هنرجع لمكان الإقامة غير لما نكون فرغنا كل طاقتنا بعد اللعب والمرح. اليوم السابع اليوم ده هيكون ميكس من زيارة المعالم الأثرية والخروج في جولة شوبينج ما تتنسيش. هنبدأ جولة اختيارية لزيارة جبل ودير المونتسيرات، وبعدها هنتوجه لمدينة جويك وهنستمتع بركوب التلفريك لمشاهدة المعالم الطبيعية الخلابة، وهنستعد عشان نعمل أجمل جولة شوبينج على الإطلاق في واحدة من أكبر قرى الأوتلت في العالم، روكا فيليج. وبعد كده هنتوجه لفندق المبيت عشان نستقبل اليوم الثامن. في اليوم الثامن هنتناول الفطار وننطلق في رحلة اختيارية لواحدة من أجمل الدول المشهورة بطبيعتها الجبلية الخلابة، دولة أندورا، الدولة اللي بتقع بين أسبانيا وفرنسا. وهنمشي في شوارع العاصمة عشان نتفرج على معالم المدينة ونشتري أجمل الهدايا التذكارية. والميزة الحلوة في أندورا إن كل مشترياتك معفية من الضرائب، علشان كده هتقدر تعمل شوبينج براحتك.
وبعد ما نقضي اليوم وسط جمال المدينة الساحر هنتوجه للفندق عشان نجهز شنطنا ونستمتع بآخر ليلة في أسبانيا. وفي صباح يومنا التاسع والأخير من رحلتنا هنبدأ في الانتهاء من إجراءات مغادرة الفندق، وهناخد معانا كل حاجاتنا ونتوجه لمطار برشلونة الدولي عشان ننطلق في رحلتنا الجوية للعودة بسلام، وإحنا معانا أجمل الهدايا والذكريات من رحلة أسبانيا. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناة، واستنونا في حلقة جديدة كل خميس من لف العالم مع منفيس.